البضاعة دي عشان نبلع بيها السوق لازم تاخد ختم المزاج، والسكة مفتوحة، الناس زهقانة وكفرانة وعايشين في غلب برضه. فالنفر لو هيشتري الحباية دي وهو متأكد إنها هتخرجه من العالم والغم ده وتحطه جو أحلى هياخدها بمزاج، صح ولا لا؟ هياخدها بمزاج، واللي يتاخد بمزاج عالي الجودة لا يمكن حد يسلاه. ولا يا حاجة؟ طمنتني يا حبيبي. إلهي يحرسك، إلهي يرزقك كمان وكمان. بركة فيك يا عسل. خدت الدواء؟ خدته يا حبيبي. ربنا ما يحرمكم من بعض ويديم المحبة بيننا يا رب. أمين يا رب.